Hej, jag heter Mariam Gafuri och är 17 år och bor i Svensta. Och läser gymnasium, barn- och fritidsprogrammet. Salam, jag heter Mariam Hastesh, Mariam Gafuri. Jag heter Salam Hastesh och där blir det som i det där programmet barn- och fritid. Hej, och mitt namn är Ahmed Abdirashid Isse och jag bor i Svenstavik. Jag är 19 år gammal och jag brukar bo gymnasiet som hela program. Wassalamantihin, magaigu Ahmed Abdirashid Isse. Wahandigana hej, digmada i Svenstavik, där det var sagali i Tubinchir. Wahanan dikta duksiga sari, garahan program på social science. Hej, jag heter Mohammed Rahman och jag bor i Svenstavik. Jag är 18 år. Jag går i gymnasieprogram, samhälle. Marhaba, jag heter Mohammed Rahman. Jag är 18 år. Jag bor i Svenstavik. Jag är bedrös på sanovia och bedrös ijtimaiyat. بریزکامون در جنوب یمتلند قرار داره و کنار دریا از سطح جنوب هست. از نظر درصد بیشترین درصد مردم در این روستا زندگی میکنن و بزرگترین درصد در سوئد هست. کسو دوو دگمه در بریزکامون تاس اوکو تالا این کنفورتا یمتلند. مگالمه در حدیدونه و حوویی دگمه در اسفن ستفیک او ای کودکسنت هایی و بیگوینه استور خود. داد که حال کن دگن مرکلو ایگو برسنت ایچ کن. وددك وقو بادان سويدان مركدين على غيهيغو باريس كمون تقع يمتلاند وإسفانستفيق هي المنطقة الرئيسية بجانب استورخو حد الجنوبي. أعداد السكان في هذا الريف أكثر من أي ريف آخر في السويد. برنامج كان وحكاودا شقين دونا لليرو ديگن أو سيوان أكسنو توبران إيو تد ووينو ديگمدا دولد هوسي كشقية باريس كمون. سبب برنامج كان لو سمينا وحوي سيديو لو بان لها كمون كاني وحيابها وددك السييو إيو وحيابها وقبتو كمون كان وحادقان دد ككلايم دي دافه دوني دا كواس أو لو قدك لدوان كوكال حالا. برنامج كان وحيالان دونا حال قدا بدن وكوكال بحي دونا لو قدا بدن. باريس تلفخون مشروع تتعامل عليه البلدية وبضعة من الشباب الماهرين، والغرض من هذا المشروع عرض ما يحتوي الكمون في باريس كمون. في باريس كمون يوجد أشخاص من كل أنحاء العالم، لذلك تحدثنا بالفترة بأكثر من لغة. باریس تلویزیون یک پروژه از طرف باریس کمون به دست آورده که روش کار میکنه. یک همکاری بین باریس کمون و نوجوانها و جوانها از طرف کمون هستن و هدف برای این پروژه این هست که ما به نشر بیاریم که چه چیزهایی در باریس کمون وجود داره و در این باریس کمون از همه جهان زندگی میکنن، از همه نقاط جهان زندگی میکنن و به همین دلیل این فیلم به زبانهای مختلفی به نشر میرسه. ما رو دنبال کنید در صفحات مجازی فیسبوک و یوتیوب در سال 2017. تراقبونا 2017 باليوتيوب والفيسبوك، سوف يطلع برنامج جديد اسمه باريس تلفخون. نقل السعودة براها بلشدة هي يوتيوبك سنة كان لبدا كونية تضبية تبنك دحديسة وحاندن لاي هاي فلاشو عن